والسنن الكونية هي التي تحدد رؤيتنا للعالم من المنظور القرآني. إذا أردنا أن نتعرف على العالم من حولنا، كيف نرى العالم من حولنا؟ فهذه هي المحددات التي نرى العالم من خلالها. هذه المحددات ترتبط بالسنن الكونية التي أوجدها المولى سبحانه وتعالى وأكد عليها في القرآن الكريم. من هذه السنن سنة التدافع، وسنة التدافع هي التفاعل الاجتماعي والتفاعل الذي يكون بين البشر في هذه الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه السنة فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذا الدفع الذي يكون بين الناس، التدافع الذي يكون بين الناس، هو الذي يؤدي إلى إعمار الأرض وإلى صلاح الأرض وإلى استزراع الأرض بمنهج الخلافة فيها. والله سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى في الجانب الديني والعلاقة الدينية التي تكون بين الناس، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإذا هذه السنن، سنة التدافع، واحدة من محددات رؤية العالم من حولنا. فالعالم مبني على هذه السنة التي يتدافع الناس فيها بعضهم ببعض. والتدافع لا يعني الخصومة، أو كما يتصور البعض أن التدافع هو أن يسقط بعضهم بعضا، أو أن يسحق بعضهم بعضا، أو أن يفني بعضهم بعضا، أو أن تطغى يعني فئة على فئة وتكون فئة فوق الفئة الأخرى. سنة التدافع لا تعني ذلك. سنة التدافع تعني التفاعل الحضاري الذي يكون بين هذه الأمم رغم الاختلاف ورغم التباين ورغم التعددية التي هم عليها، سواء في أديانهم أو لغاتهم أو ثقافاتهم وغير ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن التدافع الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا كسنة كونية هو صلاح لهذه الدنيا وصلاح لحياة الناس وإعمار لها بمنهج الأرض. السنة الأخرى سنة الأجل المسمى، سنة الأجل المسمى. يتضح ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. فجعل المولى عز وجل كسنة كونية في كل شيء في هذا الوجود أن لكل شيء بداية ونهاية، ولكل شيء أجل مسمى يبلغ منتهاه ويبلغ نضجه وكماله. فلا يوجد شيء يستمر على مدى الدهر، ولا يوجد شيء يبقى، لأن هذا البقاء هو من صفات الخالق جل وعلا وحده. أما كل المخلوقات الأخرى ابتداء بالمجرات العظيمة، فحتى المجرات أيضا تولد وتكبر وتهرم ثم تختفي بعد ذلك. الكواكب، النجوم، المخلوقات جميعا لها سيرورة في الحياة، تبدأ وتتطور وتنمو ثم بعد ذلك تنتهي وتتلاشى. لكل أجل كتاب، وهذا الذي ذكره المولى سبحانه وتعالى كسنة كونية نعيش فيها ونرى العالم من خلالها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الأجل، سنة الأجل المسمى، سنة لها تأثيرها أيضا على الرؤية التي نرى بها العالم من حولنا. وهذا ممكن أن يستفيد منه الإنسان في تطبيق تفاصيل هذه السنة أو أثر هذه السنة الكونية من خلال الواقع المعاش الذي يعيشه بشكل يومي، فلا يتعلق بشيء لأنه يعلم أن لكل شيء نهاية، ولا أيضا يعني يخرج عن طوره لأنه يعلم أن لهذا الأجل نهاية،
وهكذا يبقى دائما على أجل على أمل أن يخرج من طور إلى طور ومن حال إلى حال بحسب هذه السننية. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي الأرحام أيضا جعل المولى عز وجل لها أجل مسمى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم إلى آخر الآية. فسنة الأجل المسمى سنة كونية مهمة جدا، وفي الرؤية القرآنية ركز على هذه السنة بحيث تكون واحدة من المحددات التي ينظر بها المسلم للعالم من حوله. السنة الثالثة التي جاء بها القرآن الكريم كمحدد لرؤية العالم هي سنة التغيير، سنة التغيير. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالكليات القرآنية تدعو الإنسان دائما أن يعمل على التغيير في الفروع وفي الجزئيات التي تنبثق من تلك الكليات. والتغيير بمعنى التغيير من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع ومن يعني مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان بحسب سيرورة الحياة التي يعيش فيها الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه السنة بمعنى أن الإنسان لا ينتظر لأحد أو ينتظر من أحد أن يأتي ليغيره، أو ينتظر أن يحدث هكذا التغيير تلقائيا وفجائيا في نفسه. لابد أن يسعى الإنسان إلى التغيير، فهذا هو معنى سنية التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أراد الإنسان أن يكون مستقيما فعليه أن يجاهد نفسه ليكون مستقيما، إذا أراد أن يكون صادقا فعليه أن يفعل الصدق ويقول الصدق ويتعامل بالصدق، وهكذا في كل الفرعيات. والله عز وجل أكد على هذه الحقيقة فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي يجاهد ويري الله عز وجل بأنه يريد أن يغير من نفسه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له التغيير الذي يطلبه بمشيئته جل وعلا. ذلك بأن الله، في آية أخرى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأكيد على هذه السنة الكونية، سنة التغيير والعمل من أجل الأفضل دائما. كذلك من السنن المهمة التي تتحدد بها رؤيتنا للعالم هي سنة التداول. التداول هذا الحراك الدنيوي الذي يكون بين الأجيال، فجيل على إثر جيل، وحضارة بعد حضارة، ودولة بعد دولة، وهكذا هي حركة الحياة وحركة التاريخ. يكون فيها نظام التعاقب ونظام التناوب. ودليل هذه السنة قول الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليس هنالك ديمومة لحضارة ولا لدولة، ولا لابد أن يكون هنالك تغيير وتداول لهذه المكونات في الحراك الدنيوي. كذلك من السنن المهمة التي عليها محددات رؤية العالم في القرآن الكريم سنة الاختلاف، وهذه من أعظم السنن التي تدل على عظمة الله وقدرة الله. فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة كلها بلا استثناء قائمة على مبدأ وسنة الاختلاف. الاختلاف في كل شيء، الاختلاف الذي يكون حتى في مستوى المجرات وفي مستوى الذرات، لا تجد شيئين متشابهين متطابقين إلى حد التطابق الكلي، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. فسنة الاختلاف تجعل الإنسان واسع الأفق، واسع النظرة، يتعامل مع هذا الاختلاف، لا يصدمه هذا الاختلاف ولا يتعقد من هذا الاختلاف،
لأنه سنة كونية وحقيقة واقعية جعلها المولى سبحانه وتعالى في الخلق وفي الأنفس وفي السماوات وفي الأرض وفي كل المخلوقات. الله عز وجل أكد على هذه السنة في أكثر من آية قرآنية يقول فيها الحق عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالله عز وجل جعل الناس مختلفين في ألسنتهم وفي ألوانهم بنص هذه الآية، والله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في أديانهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وفي آية أخرى يقول المولى سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فهذه السنة سنة الاختلاف والتنوع يجدها الإنسان في البشر، يجدها في الجمادات، يجدها في النباتات، يجدها في الحيوانات، يجدها في كل ما هو مبثوث في هذا الكون. فهذا الاختلاف هو الذي يدعو إلى ضبط ويدعو إلى جمالية، أولا جمالية هذا الكون من خلال هذا التنوع وهذا التعدد، ويدعو كذلك إلى إقامة منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض من خلال توظيف هذا الاختلاف ليكون اختلاف تعاون واختلاف تكامل واختلاف مصالح مشتركة كما سيأتي في السنة التالية من سنن الكون. لذلك الذين فهموا سنة الاختلاف وفهموا وظيفة المسلم في هذه الدنيا والتعامل مع هذا الاختلاف لا يجد في نفسه صعوبة في أن يتعامل مع الجميع ويتعامل مع كل الأجناس والطوائف واللغات والثقافات، لأنه يدرك أن هذا من عظمة الله وأن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الأثر قولهم: لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا. يعني هذا الأثر يدل على أن الإنسان أو الناس أن فضلهم وأن بقاءهم في هذه الدنيا بسبب هذا الاختلاف والتفاضل الذي جعله المولى سبحانه وتعالى بينهم. ولو كان جميعا كل البشر نسخة مكررة، كل واحد نسخة مكررة عن الآخر في وظيفته وفي أدائه وفي سعيه وفي معاشه، لهلك الناس ولما بقى فيهم أحد منهم. فإذا سنة الاختلاف جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل بقاء الأرض وديمومة سنة الاختلاف، سنة الاستخلاف فيها. من السنن الكونية التي تحدد أيضا رؤيتنا للعالم سنة التوازن. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم كله مبنيا على التوازن، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله سبحانه وتعالى ما جعل شيئا عبثا، وما خلق شيئا عبثا، وما جعل شيئا يزيد على قدره أو شيئا ينقص عن قدره، بل جعل كل شيء وفق ميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذه السنة، سنة التوازن، هي التي تؤدي إلى الاستقرار وتؤدي إلى أن النشاط الإنساني الذي يمارسه الإنسان في حياته قائم على مبدأ التوازن، سواء التوازن في نشاطه الروحي أو التوازن في نشاطه الجسدي أو التوازن في علاقته بالماديات أو التوازن في علاقته بالروحانيات وغير ذلك. فهذه سنة كونية، والتوازن هو الذي يحفظ هذا الكون كله ويحفظ المجرات ويحفظ يعني سنة بقاء هذا الكون بهذه السنة العظيمة.